السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا الزوايا صفحه 18 من كتاب النجاح في الرياضيات للسنه الخامسه ابتدائي. اكتشفوا اولا الاحظوا الاداه هي هذه وهي المنقله، هذه الاداه المنقله، هذه المنقله مدرجه الى 180 تدريجا. اذا فهذه المنقله قلنا ومدرجه الى 180 تدريجا، إذا لاحظتو فعندنا من صفر إلى 180 تدريجة، كل تدريجة تسمى درجة. عندنا التدريجة وهي هذه، هادو تدريجات، هادو كلهم كيتسموا تدريجات. إذا فكل تدريجة تسمى درجة. استعملوا المنقلة لقياس ورسم الزوايا. إذا هذا كان تعريف للمنقلة واستعمالات المنقلة، وهي القياس الزوايا ورسم كذلك الزوايا. ثانيا انسخوا الزاوية AOB في دفتري، اتتبعوا الشريط لقياس الزاوية AOB. اذا فعندنا هذه الزاوية AOB في شكل واحد، ثم عندنا في الشكل الثاني ناخذ المنقلة، ناخذ مركز المنقلة كما كتلاحظوا. اذا كما شار لي مشار لي هنا في هذه الصورة مركز المنقلة، كيكون بعد مرات نقطة أو لا ثقب، كيكون عندنا واحد السطر وكيعدو نقطة كذلك. إذن ناخدو هاد المنقلة ونوضعوها على المركز، عندنا واحد الخط هنا إذا لاحظتو يكون عمودي لهاد النقطة اللي هي مركز أو رأس الزاوية، ثم نوضعها بهذه الطريقة لقياس هذه الزاوية. إذن ضروري هذا المركز يكون على أو عند رأس الزاوية، وهذا الضلع يكون موافق للدرجة الصفر. إذن كيفاش غادي نقراو قياس هذه الزاوية؟ غنجيو من عند الصفر وحنا كنقراو حتى نوصلو لعند التدريجة اللي هي مقابلة مع الضلع الثاني. إذن باش غادي يكون عندنا قياس مزيان، ناخدو هاد الضلع ونمددوه ونمددو الضلعين معا، باش ناخدو قياس مزيان. إذن فهاد الدرجة أو التدريجة الصفر تكون على هاد الخط اللي هو تمديد للضلع ديال الزاوية، ثم هاد الدرجة وهي قياس هاد الزاوية. إذن فهي تساوي 45 درجة، نكتب 45 درجة ونقرأها 45 درجة. ثالثا أقيس كل زاوية من هذه الزوايا، أذكر الزوايا التي قياسها أصغر من 90 درجة، أذكر الزوايا التي قياسها محصور بين 90 و 180 درجة. إذن ناخذ المنقلة، دائما نمددو ضلعي هاد الزوايا القياس أو أي زاوية نبغيو ناخذ القياس ديالها، نمددو ضلعيها نفس الطريقة كنخدمو بها المركز ديال المنقلة عند رأس الزاوية، والضلع عند تدريجة صفر أو الدرجة صفر. إذا غنبداو قراءة هاد القياس ديال هاد الزاوية. إذا غنبداو من عند الدرجة صفر، ولا اذا لاحظنا بان هاد الزاويه مفتوحه من هاد الجهه، اول حاجه ان عندنا هاد المنقله كانت عندها الصفر من هاد الجهه والصفر من هاد الجهه، كتبدا القياس من هاد الجهه او نبداو القياس من هاد الجهه. بما ان عندنا هاد الزاويه مفتوحه في هاد الجهه، اذا غادي نجو من عند هاد الصفر، ما نحسبوش من هاد الصفر، اذا غادي نحسبو من هاد الجهه ونشوفو اي درجه تقايس هاد الزاويه. اذا عندنا
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 124. إذن فقياسها هو 124 درجة. ثم نمشيو لعند التساوية 2 بنفس الطريقة. نمدد ضلعي هاد الزاوية، ثم نقيسها دائما مركز المنقلة عند رأس الزاوية، والضلع الأول يوافق درجة 0. كذلك كما كنلاحظوا أن الزاوية مفتوحة من الجهة، غنبدأ من عدد 0 0 10 20 30 40 50 60. عندي كذلك جوج ديال التدريجات، إذن فهي تقيس 62 درجة. نكتب 62 درجة. ثم الزاوية رقم 3 نقيس، إذن مثلا 0 10 20 30 39، إذن فقياسها 39 درجة. الزاوية رقم 4 كذلك الضلع. نقيس هذه الزاوية لنا 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105. نقيسها هو 105 درجة. آخر زاوية دائما بنفس الطريقة. إذن هنا الزاوية مفتوحة من الجهة، نبدأ من هاد 0 0 10 20 21 22 23. نكتب 23 درجة. ثم أذكر الزاوية التي قياسها أصغر من 90 درجة. عندنا زاوية 1 وهي 60 درجة، ثم 39 وكذلك 23. ونكتب الزاوية التي قياسها أصغر من 90 درجة وهي الزاوية 2 والزاوية 3 والزاوية 5. ثم الزوايا التي قياسها محصور ما بين 90 درجة و 180. عندنا هاد الزوايا وهي الزاوية رقم 1 تقايس 124 درجة، إذن فهي أكبر من 90 درجة وأصغر من 180. وكذلك الزاوية 4 105 درجة، إذن فهي أكبر من 90 درجة وأصغر من 180 درجة. إذن فهذو هما الزوايا الأصغر من أو قياسها أصغر عفوا محصور بين 90 و 180. إذن فهي الزاوية 1 والزاوية 4. الزاوية 11 هي الزاوية التي قياسها أصغر من 90 درجة. إذن فالزاوية التي هي قياسها أصغر من 90 درجة كيف ما شفنا وهي الزاوية 2 وخمسة وثلاثة، وكذلك جميع الزوايا التي أصغر من 90 درجة فهي تسمى حادة. إذن عندنا هنا ثلاث زوايا حادة.
بالنسبة للتمرين. أما زوايا الحادة فهي كثيرة، المهم أن قياسها يكون أصغر من 90 درجة. الزاوية المنفرجة وهي الزاوية التي قياسها محصور ما بين 90 درجة و 180. عندنا كذلك في التمرين زاويتين منفرجتين قياسهما محصور ما بين 90 و 180، ما معنى ذلك أنها غيكون أكبر من 90 وأصغر من 180. ما يكونش عندهم قياس، ما يكونش قياسها 90 درجة أو قياسها 180 درجة. المهم أن القياس ديال هاد الزاوية المنفرجة يكون محصور ما بين قياس هاد الزاويتين. ثم عندنا قياس الزاوية القائمة هو 90 درجة. قياس الزاوية المستقيمية هو 180 درجة. قياس الزاوية المليئة هو 360 درجة. قياس الزاوية المنعدمة هو 0 درجة. بالنسبة أنواع الزوايا وطريقة رسمها إن شاء الله نخلي لكم رابط الفيديو إن شاء الله باش تدخلوا تشوفوا، تشوفوا كيفاش كترسم الزوايا وكذلك ما أنواع الزوايا. ثم نمر للصفحة 18، صفحة 19. أما صفحة 18 هي اللي شفناها. أتمرن التمرين رقم 1، أقيس الزوايا بواسطة المنقلة وأكتب قياس، يعني كل زاوية نأخذ قياس زاوية EFG. دائما نمدد ضلعي هاد الزوايا ناخذ منقلة نقيس الزاوية دائما نفس الطريقة. ناخذ رأس الزاوية ونوضع عليه مركز المنقلة، وهذا واحد في الأضلاع نقدر نحبس ابتداء من هذا الضلع أو من هذا الضلع، المهم أن الضلع اللي غادي نوضع عليه يكون مطابق على الدرجة صفر. ثم نقيس عندي هنا 10 20 30 40 50 60 عندنا هنا قبل من 60 عندي هنا 55 56 57، اذا بقي هذا الزاويه هو 57 درجه. ثم الزاويه ا او بي إذن فقياس هاد الزاوية هو 90 درجة. نكتب 90 درجة أي زاوية قائمة، زاوية قائمة دائما كنرمزو ليها بهذا الرمز. أما الزوايا الأخرى كنرمزو ليها فقط بواحد نصف قوس أو لا قوس. ما هاد الزاوية اللي هي الأخيرة هي N و MNL، وهاد الكتابة هي رمز الزاوية اللي كنرمزو بها للزاوية. كنحطو هاد الرمز فوق اسم الزاوية. دائما نفس الطريقة مركز ديال المنقلة يكون فوق رأس الزاوية. إذا نتوما نقيس 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 111 112. نكتب 112 درجة. ثم
8 رقم 2 ارسم على ورقة مستقلة الزوايا التي قياسها آتي. إذا عندنا مجموعة ديال القياسات للزوايا ومطلوب أننا نرسم على ورقة مستقلة. إذا نبدأ بأول قياس وهو 170 درجة. إذا لرسم هاد الزاوية أول حاجة غادي نرسمها وهو أحد أضلاع أو أحد ضلعي هاد الزاوية، بما أن الزاوية عندها ضلعين نرسم الضلع الأول ونحدد عليه رأس الزاوية. ناخذ المنقلة ونوضعها على هذا الرأس اللي نحدد بحيث هذا الضلع يكون عند القياس أو الدرجة الصفر، ثم نحدد الزاوية 170. إذا ندير الصفر من هنا نمشي 150 160 170 ونضع واحد النقطة أو خط اللي نحدد به هذا القياس. لندي النقطة ثم نصير ما بين هذه النقطة ورأس الزاوية، وهذه هي الزاوية قياسها 170 درجة. إذن فهذا القياس محصور ما بين 90 و180 فهي زاوية منفرجة، ثم 70 درجة نفس الشيء. ثم نحدد رأس الزاوية نفس الشيء، نوضع رأس أو مركز المنقلة عن رأس الزاوية، ثم نحدد 70 درجة. إذن فهذه هي 70 درجة، نوضع واحد الخط أو نقطة ونصيل. إذن في هذه الزاوية يكفي أننا ناخذ الضلع حتى لحد هنا، ماشي مشكل. إذن في هذه الزاوية قياسها 70 درجة، 70 درجة إذن فهي أصغر من 90 درجة، أي زاوية حادة. ثم 55 درجة، خمسة وخمسون هذه، كذلك أصغر من 90 درجة أي زاوية حادة 90 درجة. دائما نفس الشيء 90 درجة. زاوية قائمة، هذا هو رمز الزاوية القائمة 90 درجة. ثم 168 نرسم الضلع، نحدد نقطة ثم ناخذ قياس الزاوية 168. دائما 90 100 110 120 130 165 165 66 67 68 إذا 107 و 168 نحددها من هنا، ولا من هنا نقدر نستعين بمسطرة. إذن فهذه هي النقطة اللي غتحدد ليا. قياس الزاوية هو 168، كذلك محصور ما بين 90 و180 إذن فهي زاوية منفرجة. غادي لنا 132
أول ضلع ونحدد رأس الزاوية، من 30 دائما نفس الشيء، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 132 عندنا هذه النقطة. ده هو قياس الزاوية 132 درجة، كذلك زاوية منفرجة محصورة ما بين 90 و 180. تمرين رقم 3، ألف أتحقق بواسطة الأنسوخ من أن الزاويتين أ أو بي و إم إي إن متقايستان. عندنا الزاوية أ أو بي والزاوية إم إي إن، هذا هو الأنسوخ. إذن ناخذ الأنسوخ نوضعه على زاوية من هذه الزاويتين، وناخذ نسخ لهذه الزاوية هو هنا. إذن هذا هو قياس أو نسخ لهذه الزاوية. ثم نوضع على هذه الزاوية الأخرى اللي هي MEN، ونشوفها واش متقايسة معاها، الرأس على الرأس والضلع على الضلع. ناخذ ضلع واحد فقط. إذن لاحظنا هذه الزاويتين غير متقايستان. إذن نكتب الزاويتين أ أو بي و إم إي إن غير متقايستين. ب أقيس بواسطة المنقلة الزاويتين أ أو بي اللي هي هذه، و أو أش كا اللي هي هذه. ثم ماذا أستنتج؟ ناخذ المنقلة، ناخذ المنقلة ونقيس الزاويتين. ده نفس الشيء، نمدد أولا هاد أو أضلع هاد الزوايا الزاويتين، ثم نقيس هاد الزاويتين وناخذ قياس ناخذ قياس زاوية أ أو بي. إذن فهي تقايس 25 درجة، زاوية ك أو إش كذلك 25 درجة. إذن ماذا نستنتج؟ إذن في هاد الزاويتين كيفما لاحظنا عندهم نفس القياس. في الاستنتاج نكتب نستنتج أن الزاويتين أ و ب و H و K متقايستان.
غيستين، إذا لاحظنا في هاد الزاويتين متقابلتان بالرأس، نضم نفس الرأس. إذا قلنا أننا لاحظنا بأن هاد الزاويتين متقابلتين بالرأس، أي أنهما لهما نفس الرأس. إذا فكل زاويتين متقابلتين بنفس الرأس فهما متقايستان. تمرين 4، je mesure les angles de chacun des deux polygones puis je complète les deux tableaux. أقيس زوايا هاد كل مضلع، ثم نكملو هاد أولا ثم أتمم هاد الجدولين. عندنا الجدول الأول أنجل ميزيغ الزاوية والقياس، عندنا المضلع EFG مثلث تريونجل، إذن أول زاوية وهي GFE، GFE ناخد القياس ديالها، نمدد هاد أولا يسهل عليا قياس هاد الزوايا. نفس الطريقة ناخذها من هنا، إذا في قياسها هو عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، أربعة وخمسون، نكتب أربعة وخمسون درجة. ثم الزاوية E أو F E G، ممكن نسموها الزاوية E ولا F E G، دائما بنفس الطريقة. إذن قياس هاد الزاوية هو عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، كتب ستة وثمانون درجة. ثم قلنا آخر زاوية وهي E G F نفس الطريقة، إذن فقياسها هو إذن في هذه الزاوية صفر، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، نكتب أربعون درجة. ثم توتال أي المجموع ديال هاد الزوايا، إذن في مجموع الزوايا هو مئة وثمانون درجة. إذن في مجموع قياس زوايا المثلث هو مئة وثمانون درجة. ثم نشوفو المضلع الثاني كذلك نفس الشيء، عندنا أنجل ميزيغ، عندنا أول أنجل وهي سي بي أ، سي بي أ وهي هاد الزاوية، ناخدو القياس ديالها، نمددو دائما. ثم نقيس الزاوية سي بي أ هي هادي، نفس الشيء. إذن فقياسها هو سبعون، اثنان وسبعون، نكتب اثنان وسبعون درجة. ثم الزاوية دي سي بي هي هادي دي سي بي، إذا فقياسها هو نو تسعون، تلاتة وتسعون، نكتب تلاتة وتسعون. ثم الزاوية بي أ دي، بي أ دي وهي هادي،
إذن فقياسها هو عندنا 80 85، إذن 85 درجة. قالت لنا زاوية أ دي سي، إذن نقيسوها. نمددو ثم ناخذ القياس. إذن قياسها هو هذا. إذن عندنا 0 10 20 30 90 110 110. إذن قياسها هو 110 درجة. لو توتال هو 360. إذن فمجموع زوايا المضلة تساوي 360 درجة.